السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كومنت جه على فكرة جوجل بارد. احنا كلمنا ان جوجل بارد موجود دلوقتي في بعض الادنس موجودة، او هنا بيسميها اكستنشن، لما بتفعلها بيديك قوة، تمام؟ يعني لما بتفعل مثلا حتة جوجل مابس، فلما بتسأله اي سؤال هو بيروح جوجل مابس وياخد المعلومات ويجيبها لك. تسأله على حجز الطيران فيبدأ يقول لك لا، ازاي تقدر تلف العالم في اقل وقت ممكن، تمام؟ تسأله على الهوتيل. طيب الخطورة كلها في الجوجل وورك سبيس، تديله صلاحية انه يوصل للجيميل بتاعك، وتديله صلاحية انه يوصل للدرايف والدوكومنتس والحاجات دي كلها. طيب ففي اجابة من استاذ لينا، يعني لا يصورني شك انها مفعلة بدون اذن. يعني هو بيفترض ان جوجل بارت مفعل الخاصية دي، والزرار ده ملوش اي لازمة خالص، تمام؟ الكلام ده هل هو ممكن ولا مش ممكن؟ انا اعتقد اعتقادي ان هو مش ممكن. ليه مش ممكن؟ لان في قوانين كتيرة في الدول اوروبا وفي امريكا بتمنع الموضوع ده، ويتحول لمحاكمة ويطبق عليه غرامات بالملايين، تمام؟ لو تم اكتشاف ان في حاجة زي كده، فدي حاجة اصبحت صعبة جدا تحصل دلوقتي. يعني زمان كان فعلا الموضوع مفتوح على البحري، دلوقتي لا، بقى الموضوع فيه قيود موجودة وفي غرامات، وممكن تتمنع من ان انت تشتغل في بلد معينة. الدول العربية مش متفعلة مع الموضوع، لكن الموضوع عالميا محطوط في قيود. لو عرفوا ان انت بيتجسس عليك بدون ما يديك امكانية القفلها والحاجات دي كلها، بيبقى في خطورة. ده الامر الاول. الامر التاني اللي خليني اعتقد ان الكلام ده صعب يحصل، ان انا لما بدردش معاه مفيش مرة جاب لي حاجة خاصة بيا، لا كل الكلام عام، اللي هو لو قدر يوصل للايميلات بتاعتي، وقدر يوصل للدوكومنتس، وقدر يوصل للدرايف، الاجابه هتختلف تماما. يعني لما اجي اساله على حاجه هكون الاجابه من حياتي الشخصيه، من الايميلات بتاعتي، من الملفات اللي انا كاتبها والحاجات دي كلها. فما توقعش الموضوع ده. ده رد على التعليق اللي جه. في حاجه جميله برضو في جوجل بارد، هو بيقول لك ان هو حاليا النسخه الانجليزيه اتفعلت بنوع من انواع الذكاء الاصطناعي اسمه جيميني، وده لسه جاي جديد، تمام؟ هو حسب كلامهم مش كلامي، ان هو ده اقوى من شات جي بي تي 4 وعامل معادلات كتيره، بس انا ما اقدرش اخد الكلام من جوجل، لان جوجل طرف من الاطراف، لازم اخدها من حد محايد جرب الاثنين ولقى نتيجه. انا ممكن اعملها؟ لا، هتبقى صعبه شويه، لان انا هعملها بشكل فردي، محتاجه جامعه مثلا، محتاجه حد يسال 10,000 سؤال للاثنين ويبدا يقارن بينهم على سبيل المثال، تمام؟ طبعا قريب هيبدأ يحس التأثير ده في بقية اللغات، لكن هو حاليا نزل في النسخة الإنجليزية.